استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. يرافقه سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأسلحة بقوة الدفاع، حيث رفعوا إلى جلالته أسماء آيات التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين، مشيدين بالدعم والمساندة المتواصلة التي تحظى بها قوة دفاع البحرين من جلالة الملك المفدى حفظه الله، سائلين الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه لمواصلة هذه المسيرة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة في عهد جلالته الزاهر. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله بإصدار أمره السامي الكريم بالعفو عن عدد من المحكومين من قبل القضاء العسكري بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، كما تفضل جلالته بأمره الكريم بمنح عدد من ضباط وأفراد قوة الدفاع الأوسمة التقديرية بهذه المناسبة، معربا جلالته أيده الله عن تهنيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع وجميع المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين. وأضاف جلالته: إننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حماية لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين والوحدة الوطنية بكل كفاءة وبروح وطنية ثابتة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز دائما، وأن إشراقة الضوء الأول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة، فها هي بعون الله وبجهود رجالها الشجعان تعلي مجدها عاما بعد عام، وأن افتتاح مركز البحرين للأورام التابع لقوة الدفاع هو إضافة إلى إنجازاتها التي نعتز بها، ونقدر ما يبذله القائمون عليه لأداء رسالتهم الإنسانية النبيلة، حيث يعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات والرعاية الصحية ضمن سلسلة التطوير المتواصلة وتوفير أفضل المنشآت والخدمات الصحية في مختلف أنحاء البحرين، معربين عن فخرنا بالكفاءات البحرينية الطبية التي وصلت إلى أعلى مستويات التخصص العلمي. وإلى جانب نهوض قوة دفاع البحرين بواجبها السامي الجليل بالذود عن الوطن بكل بسالة، فإننا نشهد في الوقت ذاته إسهاماتها المهمة والكبيرة في دعم مسيرته التنموية والحضارية الشاملة بكل جدارة وكفاءة من خلال العديد من المجالات، من خدمات صحية رفيعة ومميزة توفر للمواطنين الكرام العلاج والعناية الطبية الراقية، وإسهامات كبيرة في مجال الإسكان، فضلا عما حققه منتسبوها من إنجازات رياضية كبيرة رفعت اسم وطنهم عاليا في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المناسبات الوطنية الكبيرة، فهم نعمة من يعتمد عليه في كافة الميادين، فقد أثبتوا بجدارة بأنهم بحق يد تحمي ويد تبني بعزيمة لا تلين. ويسرنا بهذه المناسبة أن نشكر معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده المتواصلة وقيادته السديدة التي أثمرت ما تشهده قوة الدفاع من تطور مستمر ومنعة، وخالص التقدير لرجال قوة الدفاع البواسل الذين يؤدون واجبهم بكل عزيمة وإخلاص، ومقدرين بكل الامتنان من سبقهم في مرحلة التأسيس الذين نكن لهم كل الاحترام على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خدمة لوطنهم. وأضاف جلالته قائلا: كما نوجه بكل اعتزاز وتقدير التهنئة لرجالنا الأبطال الذين يشاركون أشقائهم البواسل في أداء واجبهم النبيل بميدان الشرف والبطولة ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، إرساء لقيم العدل ودعما للحق والشرعية في اليمن العزيز، وتوفير الإغاثة الإنسانية للأشقاء ورفع المعاناة عنهم، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد. وقد قدم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.